بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إذا كنت من أهل هذه الصفة فأبشر بالخير، لأنها صفة أحباب الله وصفة من تتنزل عليهم الأرزاق من البركات والكرامات والنصر والحب الإلهي، وكنت أهلا لاستقبال المدد المزيد من الرب المجيد. إذا كانت بك هذه الصفة فاحمد الله حمدا كثيرا، لأنك من القلة القليلة في هذا العالم. أما إذا لم تكن من أهل هذه الصفة فاعلم أنك من الخاسرين ومن الذين فوتوا على أنفسهم الخير الكثير الكثير الكثير. قال الحسن البصري: إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ، لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه كذلك الجالب، لأنه يجلب النعم المفقودة. ما هو الدليل أن هذه الصفة من العطايا الإلهية العظيمة ومن الحكم الإلهية المجيدة؟ الدليل قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الشكر مفتاح عظيم لاستقبال الكرامات الإلهية وجلب الحظ المبين. يا رب، ما قيمة هذه الحكمة؟ يقول سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى حكمة من هذه الحكم، وأخبرنا جل جلاله أنها إيتاء، والإيتاء لا يكون إلا للشيء الثمين الغالي. قال بعض الفضلاء: الشكر تجارة رابحة ومكسبة فاضلة، جعله الله تعالى مفتاحا لخزائن رزقه وبابا إلى مزيد فضله، فأقيموا تجارة الشكر تقم لكم أرباح المزيد. لكل من يحب الزيادة والكثرة، هذا هو مفتاح الكنز بين يديك. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي إعلام وإعلان للبشرية جمعاء أن الشاكرين للنعم لهم الزيادة، وهذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال سبحانه: وسنجزي الشاكرين. العجيب في الأمر أن أغلب الناس يعرفون هذه الحقيقة ويحفظون هذه المعلومة، ولكن القليل القليل هم الذين يعملون بها حقا، والذين يطبقونها ويمارسونها في حياتهم اليومية. أكثر من آية، آيات كثيرة، يقول الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، قليلا ما تشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لذلك من الذكاء والفطنة ورجاحة العقل أن نتميز ونأخذ هذا المفتاح، مفتاح البركات والخيرات، مفتاح الزيادة والقوة، لنكون من هؤلاء القلة المميزة المتصلة بالله حقا، التي ترى نعمة الله وتتأملها وتتفكر وتنظر بعين البصيرة بأن ما بكم من نعمة فمن الله، كما قال سبحانه: كل النعمة التي حولنا هي من الله. وامتدح الله سبحانه وتعالى صفة الشكور، والشكور يعني كثير الشكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول: اللهم اجعلني لك شكارا. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه الكريم نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا، يعني كثيري الشكر. وبخصوص النعم يا أخواني يا أخواتي، هناك معلومة خاطئة، فوجدت أن هناك أناس كثيرة يعني تحصر النعم بالمال فقط، الرزق محصور في المال، وهذا من الجهل ومن الفهم الخاطئ وقلة الخبرة في الحياة وقلة المعرفة بالعلم الشرعي. الرزق أوسع من المال بكثير بكثير. انشراح الصدر نعمة من أكبر النعم، الهداية نعمة من أكبر النعم، الاستقرار الأسري والحب الأسري نعمة لا تقدر بثمن، الأبناء الصالحين هذه من أعظم النعم، الجار الطيب نعمة، يعني النعم الغير محصورة أبدا في مسألة المال.
نكمل. قال الشعبي: الشكر نصف الإيمان. كان يقول الفضيل ابن عياض: عليكم بملازمة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. قيل كذلك: النعم لا تستجلب زيادتها ولا تدفع الآفات عنها إلا بالشكر. قال بعض السلف: النعم وحشية فقيدوها بالشكر. وحشية يعني مثل الخيل الغير مدربة، دائما تجدها تهرب سريعا، والنعم كذلك، إذا لم تقيدها بالشكر تهرب منك وتذهب. وقالوا: إذا لم ترى حالك في مزيد فاستقبل الشكر، اعلم أن الشكر عندك منسي مهمل، فالتفت للشكر. قال أحد العارفين: الشكر ألا تستعين بنعم الله على معاصيه. وقيل: علامة الشكر دوام النعمة. وقيل: من أضاع الشكر فقد خاطر بالنعمة. من أضاع الشكر فقد خاطر بالنعمة. سبحان الله، وجدت أن الشكر فيه أمان من عذاب الله ونزول غضبه سبحانه. ما هو الدليل؟ قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال سبحانه: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. كذلك نجزي من شكر. فالشكر يحميك، يؤمنك من العذاب، وينقذك من الأزمات والكوارث. كلما اتسعت رؤيتك للنعم كلما كنت لله أشكر. من أعظم مكاسب الشكر هو الحصول على رضا الرب سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. لاحظوا، إن الله لا يرضى، تأكيد، تأكيد على الرضا من الله للإنسان الشاكر للنعمة. وهناك لفتة جميلة ودرجة عالية من درجات الشكر، وهي أن ترى حتى أن العبادة التي تؤديها أن تراها منة من الله وفضل من الله عليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وهو يحمل الحجارة يقول: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. انظروا إلى الأدب، انظروا إلى الشكر الحقيقي. لذلك كان بعض الصالحين يقول: اللهم لك الحمد على الحمد، ولك الشكر على الشكر. يعني: يا رب لك الحمد أن وفقتنا للحمد ولولاك ما حمدنا، ولك الشكر أن وفقتنا للشكر ولولاك ما نطقنا ولا شكرنا. روي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام: أشكر نعمتي عليك. فقال: إلهي، كيف لي أن أشكرك وشكري لك على النعم أعظم نعمة علي؟ فأوحى الله تعالى إليه: إذا علمت ذلك فأنت أشكر العباد لي. وأختم بهذه الأركان. الشكر له أركان ثلاث. الركن الأول عمل القلب، وهو بتصور النعمة، بأن ترى كل ما حولك من النعم من الله، حتى الطاعات تراها أنها فضل ومنة من الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. هذه الآية اجعلها قاعدة في حياتك حتى يتكون التصور الصحيح في قلبك. الركن الثاني عمل اللسان، وهو بمدح الله والثناء عليه سبحانه وتعالى والاعتراف بفضله ومنه جل جلاله. الركن الثالث عمل الجوارح، بأداء أوامر الله وفرائض الله التي افترضها علينا، أن نؤديها عمليا. لذلك بعض العلماء قالوا: شرط الزيادة في قوله تعالى: إن شكرتم لأزيدنكم، أنها مرتبطة بالشكر العملي. وقال بعضهم أنها مرتبطة بتحقيق هذه الأركان الثلاث: القلب واللسان والعمل. إذا عملت في هذه الحالة تأتيك المعونة الإلهية وتأتيك الفتوحات الربانية. دليل ذلك قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا آل داود شكرا. فالعمل من الشكر. تخيل إنسان ثري، تراه إذا شرب الماء قال الحمد لله، وإذا أكل قال الحمد لله، ويعتقد هذا المسكين أنه بهذه الطريقة أدى حق هذه النعمة وأدى شكرها.
والحقيقة أنه لم يؤدي شكرها. أداء الشكر يكون بأن تخرج زكاة هذه النعمة التي أنت فيها، تخرج الزكاة، تؤدي الزكاة. لذلك العمل من أهم أركان تحقق الزيادة. إذا تحققت هذه الأركان الثلاثة كنت أهلاً لاستقبال المزيد من الله الوهاب الكريم. كنت أهلاً لاستقبال المزيد من الله الوهاب الكريم.